جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي يتزعمها زعيم حركة أنصار الدين إياد أغالي تحذر من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة تنظيمها في مالي خلال العام 2018. وحذرت الجماعة التي تنفذ من حين لآخر هجمات بشمال ووسط البلاد في خطاب لقاضيها العام أبو عبد الرحمن الصنهاجي الماليين من أن يكونوا شهداء زور. وتستعد مالي لتنظيم انتخابات محلية جزئية وجهوية إضافة إلى تنظيم انتخابات رئاسية شهر يوليو من العام الجاري، وهي الانتخابات التي أكد الوزير الأول سوميلو بوباي مايغا خلال أول زيارة داخلية له إلى وسط البلاد منذ تعيينه وزيرا أولا خلفا للوزير الأول المستقيل، أنها ستنظم بوسط البلاد في وقتها المحدد. وكانت مناطق في شمال ووسط مالي لم تنظم فيها الانتخابات المحلية الأخيرة بفعل الوضع الأمني، وتسعى السلطات إلى تنظيمها بها خلال العام الجاري. وبالتزامن مع الاستعداد للانتخابات تستعد مالي ضمن مجموعة دول الساحل لنشر قوة إفريقية مشتركة منتصف عام 2018 على الحدود لمواجهة الإرهاب وتهريب المخدرات، استحقاقات سياسية وإجراءات أمنية تشكل تحديا ورهانا لمالي التي تشهد عدم استقرار منذ عام 2012. ولم يعلن الرئيس المالي الحالي إبراهيم بوبكر كيتا بعد ترشحه للانتخابات القادمة رغم تأكيد بعض المحيطين به والداعمين له ترشحه، فيما أعلن نحو 5 آخرين عن ترشحهم للرئاسة وسط حديث عن مساعي المعارضة إلى تقدم بمرشح موحد من أجل الظفر بالمنصب. ألا يستبعد بعض المتابعين للمجالين السياسي والأمني في مالي أن يتم تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد بفعل الوضع الأمني رغم تأكيد السلطات على البدء في اتخاذ إجراءات أمنية صارمة من أجل استتباب الأمن في شمال ووسط البلاد؟